رمضان الخير والمحبة والسلام على كل متابعي قناة طليعة الفضائية، وهاي رحلة جديدة من برنامج كورونيات مع المشاهد الكوميدية مع أيضا شبابنا الواعد بفن الكوميديا. رمضان مبارك عليك دكتور كريم. رمضان مبارك عليك وعلى العراق كله، ورمضان مبارك بشكل خاص على الكوادر الطبية وعلى الأجهزة الأمنية اللي يتابعون قضية الحجر وقضية المتابعة بشكل دقيق هذا المرض الخبيث أو هذا الفيروس الخبيث. أكيد طبعا تحياتنا لهم. مشاهدين الكرام، ما نريد نطول عليكم ونروح بأول مشهد وراجع لكم. وهاي بشهادة ان شاء الله ما يضيع شغلتي. لا تاهي ان شاء الله. ايوه ونعم ان شاء الله تصير بالخير. اي والله ان شاء الله. حلوه انه اخذوا العطسه قبل والعطسه بعد. شو رايك بالمشهد؟ والله فكره كلش حلوه. حلوه، انا حطيتك تضحك من اول. يعني رغم انه المشهد قصير جدا لكن بس قولوا لنا الشباب صوروا هسه، يعني وين كورونا بالموضوع؟ اذا هسه هالكم الهائل مصورين يعني فريق كامل. فريق كامل ومشتغلين صح صح مشتغلين، انه قبل احنا نقول كله يرحمكم الله وكذا والعصر. هذا يقول له ايه مقضيه شغلتك. يعني كانت العصر لها دلالات هوايه. الان العصر صار دلاله واحده انه هي قد تجلب لك مرض. فالم مبروك للشباب اللي قدموا هذا المشهد، واتمنى ان يطورون بعد اكثر بمشاهد كثيره ان شاء الله. مدام دكتور كريم خنجر قال ومشهد حلو وضحك من بدايه المشهد، اذا بدايه موفقه. لا مو شرط سمير، يعني اكو افضل مني بالكوميدي. ما انا شفتك ضحكت. ما يخالف اضحك، يعني قد يضحكني ما يضحك الاخر. قد يكون لا لا، بالتالي انه هو مشهد حلو ما تعوب عليه. اي ليش اقول لك كلش حلو مشتغلين عليه صح، يعني المنطقه صح اشتغلوا. تمام، اذا مشاهدينا الكرام ان شاء الله يا ربي ضحكه خير على الجميع ونخلص من شيء اسمه كورونا. خلونا نشوف مشهد اخر وراجع لكم. حلو حلو حلو، برافو على الشباب. يمكن اسمه سعد علي المشترك. حلو انه هم لعبوا على اسم المرض او المرض نفسه، لعبوا عليه اشتغلوا عليه.
فكره جميله وفكره طرحت هي طبعا طريقه تلاعب بالالفاظ مو اي حلو واداء حلو تمثيلهم حلو مرتب فكرتهم جميله لكن اكو الفاظ ما لها داعي تدخل يكون ما يصير بها تجاوز تقدر تتلاعب بهوايه امور بس بدون اخلي تجاوز. يعني ليش استخدم كلمه حمار ليش اخلي هو اذا كان لها ضروره تدخل ما بيها شيء كلمه المطش في مشكله اذا كان يضر لكن بس يا ما له ضرر ما له داعي هو المشهد حلو لما بس كشباب موهوبين موهوبين على القنوات الاخرى تتب لها الشباب ترى طاقات جيده جدا ويا ريت هذول الشباب ايضا يطورون نفسهم والله يا صراحه بس قناه الطليعه يعني الشباب يعني المخرجين اكو مخرجين جيدين ينتظرون ترى يعني ذاك اليوم شفت رساله واحد داز الفنان محمد قاسم تحياتي له يقول له انا الفنان واتعلم لقيته متفاعل وياه احسان دعدوش دا يتفاعل ويا الفنان تحياتي وايضا حلو الفنان انه يجاوب على الرسائل ويعطي وياخذ ويا الموهوبين والشباب اللي يحبون يكونوا موهوبين استاذ اياد راضي تحياتنا له ايضا نوبات ادقا يتفاعل مع الشباب في المعهد كتدريسي بالمعهد يتفاعل مع الشباب افكارهم وتطلعاتهم موجود لكن الشباب ايضا اكو مرض موجود الغرور قدم هذا المشهد وقلنا عليه زين وقلنا خوش اداء شي خلصنا من عندنا شي خلص تعال سلم عليه بالقوه زين ارد لك سلام هوايه شفنا هيك شيء اي يعني شباب انه دخلوا البرامج مواهب بس خلص اللجنه قالوا انه انتم ممثلين وان شاء الله حتصيرون وهذا بعد شيء ما يجاوب بعد خشمه يرفع وحتى اكو شباب يدخلون مثل مشهد كوم بارس صغير يا تعال سلم عليه لا والله انت دخلت فلان ذكرت انت احد الفنانين مره اتصل بي قال هاي سويت وش اي يعني فعلا ما اريد اذكر اسماء بكوميديان برنامج كوميديان اكو شباب مبدعين بصراحه اي اكو اي ففازوا بيهم اتصلوا بي قالوا دكتور انت سويت قلت له ليش؟ قال هذول هم طلعوا فنانين كبار طبعا الكبار طبعا يعني موجودين بالخط الاول وممثلين صف اول يعني صف اول يعني فقالوا دكتور انت سويت طرقعت قلت له ليش؟ قال هذول كانوا يسلمون يعني يجون يمنا ويشترون هسه حتى سلام ما قاموا يسلمون علينا ادري لو ما ادري اي والله صحيح فلا الغرور اياكم والغرور اياكم شباب فعلا انت طبعا تحياتنا للفنان محمود ابو العباس بيقول محمود ابو العباس قال ورطنا ورطنا يعني تحياتي تحياتي بالمناسبه ما امشي وياك يا محمود ابو العباس لو مهما يكون ليش؟ محمود ابو العباس طبعا الفنان الشعبي معروف فالناس ياخذون وياه صور وكذا يعني صور ردنا نمشي مسافه نروح نزور انيا مسافه تقريبا 100 متر ثق قريب ساعتين يا قدرنا نوصل يستاهل محمود شلون لازم يصور هو الرجال ايضا متواضع. جدا متواضع تحياتي له واتمنى الفنان كل الفنانين تحياتي لهم ان شاء الله انا مو فتان وقلت لا بد ما قلت محمود ابو العباس اذا المشاهدين الكرام نروح نشوف مشهد اخر من المتسابقين وراجع لكم وين طلعين؟ شلون رايك نظل هنا حجرين؟ حجرين؟ شوية امشي انا لو مطير كب مطير. شنو معكرانه هي راح تهجمنا؟ لا معكرانه يا بطيخ يا ربي. تحياتي لك يعني ماخذ من التيك توك على صوت مو هو بس يعني متمكن. متمكن حركاته يعني خيلك هو اللي دا يحكي يعني اشتغل حلو بس حلو انه انا دا احكي والمخرج دخلني لجه وقبض يعني باوع انه هو خلى الجمهور ينتقده مو هو انتقده وما انتقده وقال اطلع شو تسوون سوى اطلع الجمهور ايش راح يسوي هنا يا وين رايح هو ما راح يقول له ابقى يقول له ابقى حجيه اي فتحياتي الى اداء حلو هو الولد متمكن واتمنى له التوفيق ان شاء الله بكل برامجه وارجو الانتباه الى هذه الطاقه الجميله نتمنى من الكل انه ينتبهون للمواهب الشبابيه مشاهدين كرام الدكتور اليوم كلش مرتاح عجبه من اول مشهد تمام ضحك عندنا لا مو انا يعني ان شاء الله كل يوم وانا اشوفك اكو مشاهد مو تتفاعل وياها قويه هنا مشاهد اليوم حلقه اليوم كلش متفاعل اي الحا ان شاء الله الحمد لله وشكرا يلا خلينا نشوف مشهد اخر وراجع لكم عندنا حالة الطوارئ من وراء كورونا صارت الشغلة تخوف أحسن شيء أشوف أكلات تقوي المناعة والله يا الله قضيها بالقهوة وتقوي مناعتك أعطيك شيء تأكله وتقوي مناعتك إيه شنو بالله تأكل تبن وتقعد بالبيت هواية قاموا يعتمدون على الأطفال طبعا موجودة هاي موجودة بالتليفون يقول لها
دكتور انا يعني كذا كذا وش قال لك تاكل تبن وقاعد تشتري يعني مو بس مستغليها بشكل حلو. بالتالي الموفقيه وخليكم بالبيت. شو رايك اسوي المشهد بشكل عام؟ والله بشكل عام جميل جدا. وعندنا اطفال يطلعون اي لا لا يعني هالموهبه شوف الاداء مالها الالقاء ما دارت هي ما دارت وجهها ابد وما بس اشتغلتنا بالصوت رأيشنات. لا هي مو صوتها هاي مو صوتها بس انا عبالي صوتها يعني. لا مو صوتها استخدمت الحركه انت بتقنيتها يعني انه هي اللي تحكي بس مو هي. حلوين كان استغلال حلو طاقه حلوه. لا تاخذون من التيك توك سمعونا صوتكم وادائكم. أي. لا تاخذون من التيك توك. ولهذا انا قلت جيد جدا انا اي غشوك يعني زين انا نبهتك انت رجال مو فتان انا اقول نتمنى من الشباب لا تستخدمون برنامج تيك توك يعني انتم تحركون شفايفكم. لا اريد انه انتم احساسكم وروحكم وايضا سمعونا صوتكم شلون راح تادون. نتمنى الموفقيه للجميع. مشهد حلو مو قلنا اليوم الحلقه موفقه كلها ضحكت فيها ان شاء الله. نروح نشوف مشهد اخر وراجعكم ان شاء الله. والله يا سيدي شوفنا شو اسمه تروح بهذا السترام البترام شنو اسمه تلقى كارون تطلع بالشارع تلقى كارون هاي سالفه تعبونا تعال تعال يا براح يلقى شو سوي اليوم شو يا جماعتي ويا جماعة تحب شرجع عمك أولا مشرجع تسرح الباريس انت مشرجع ايه بابا ما هو خلنا نطفر وين التعامل شد الباب وين مولي وين طالع رايح اصلي بالجامع ولك رايح بالجامع اصلا الجامع مسدده وقهاوي كلها معزله وين مولي مو قالوا كارون ولا حد يطلع من البيت وين مولي يا بغير اروح اصلي تروح تصلي لك انت هنا بالبيت ما تصلي تروح بالجامع تصلي شو تتعال طبعا تحياتنا للشباب يعني مستخدمين ساوند افكت كلش هوايه مؤثره على المشهد نعم بس انت تقييمك المشهد حلو طبعا هاي يعني كموضوع يتكرر يتكرر يعني ما ضحكت لكن يستغلوا يستغلوا يشتغلوا غير طريق هو نعم يشتغل غير طريق بالمناسبه البارحه او البارحه نسبه كثيره صعدت عندنا نسبه خاصه في الكرخ في منطقه الفرات راحين مجموعه ايضا ملتقين يصلون الصلاه كله احنا نصلي صح ما بي شيء الان حتى الرسول لما يقول لك يصير خطا يكون بالبيت الله سبحانه وتعالى الان الله معانا ان شاء الله بالدعاء إن شاء الله ما بي شيء اذا صلينا بالبيت يعني شنو افضل ما اقتل لك كذا بشر يعني ذاك اليوم سته وايضا انت بدل ما تروح انت بيك فيروس حامل تنقلها ل 30 40 شخص ليش حرام يعني لانه لا عندهم عوائل وكذا زين احنا نتمنى انه الكل يقوم بالبيت ويلتزمون بال فعلا الحظر الصحي او الحجر. شكرا لك عمار ربعين مليتني اياها شكرا لك. مشاهدين كرام ننتقل الى مشهد اخر راجع لكم. السلام عليكم شلونكم حبايب. اجتني معلومات خطيره من صديقي من الصين عن فيروس كورونا. بس تدرون انا مو كلش قوي بالصيني. عندي فطومه هي كانت عايشه بالصين هسه فطومه راح تقرا لنا وانا راح اترجم لكم. اقرا لنا السطر الاول. كان وانجر لحظه شان وانغان هاي متفق عليها دوليا. كملي كا 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 تدرون شنو مليوصة مليوصة. كملي كابا كلا لا والله يقول لك هذا فيروس مو لعبة شعب فيروس مو لعبة شعب كا 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 ويلي يا ابو علينا تشوف لنا شو وقت انفتح الحظر اكو ما الحظر فشي الفيروس شو وقت يولي كا 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 ويلي يا لا صدق علينا برافو عليك يا فاطمه برافو بس يعني اوكي انت قلت لنا فاطمه تفتهم صيني طينا ترجمه خدتنا اياها بالعربي كل شيء مفتهم بس التالي شيء حلو الحلو بهم انه اصواتهم حلو فكرتهم حلوه هو رايشناته حلوه طبعا ننسى نذكر اليوم ونتمنى الرحمه ان شاء الله ممثلنا الفنان الكبير القدير المبدع الله يرحمه ان شاء الله وفسيح جناته الفنان سليم البصري اللي اشتغل أكيد مثل هذا المشهد جت رساله
اذا حباني للو حباني للو في تحت موسيقى الحلاق اشتغل تلاعب الالفاظ بشكل جيد. والان الشباب ايضا يشتغلوا بشكل جيد واتمنى يطوروا هذول الشباب اثنينهم ممثلين واعدين ان شاء الله. بالمناسبه ترى فطومه بنت الامير ما اعرف يعني هاي بنته زين انه اكو تناغم بينه وبين بنته اي بس اشتغلي صح اي فعلا اشتغلي صح هو هو الفنان ولد فنان جيد عندهم اعمال مسرحيه ايضا افلام قصيره ولهذا قلنا جيدين معنا ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اتمنى الموفقيه امير وفاطمه من كربلاء. ننتقل الى مشهد اخر وراجع لكم. بوي لا تطلعني من الحجر المنزلي انت والله لا تفطني من كورونا عمي ماكو شيء ماكو شيء بس صلي ولك ابن المطالع ما تقول لي ولك هاي كورونا تعرض شنو كورونا العالم كلها خايفة من عجه بس انت بس لو اعرف المنطالع ولك هوي ولك هوي خلينا نام حلو هذا المشهد حبيته. شو رايك فيه دكتور؟ حلو مستخدمين تقنيه جميله و عم اخذ تنكر يعني هو هذا احنا هسه راح نحكي عليه الشباب اللي شفتهم هواي يشتغلون في المنطقه هاي انه يتحولون الى نساء. اي مو ماكو عنصر نسوي شو يسوون؟ لا هنا شوف بالوقت اكو هنا المشهد مشتغله صح انه يفوت على شكل امراه حتى يقدر يعبر. لو فات بالشكل مالته ما يخلي فاذا هنا صار صح مثل ما نقول المسرحيات بعض المسرحيات يودينا على المنطقه الثانيه بعض المسرحيات تعتمد التهريج اي فعلا التهريج يعني يهرج وهذا وقال لك هاي مسرحيه اوكي انتهت. نعم اكو بعض المسرحيات التهريج مطلوب يعني الرقص على سبيل المثال صح يجيبه قوه يعني شفت مسرحيات في بعض الاحيان يجيبه يقدمه للجمهور على هو مطرب وهذا يعني قوه لزق يخلي له مطرب حتى يطول بالمسرحيه. اكو مشهد لا تحتاج ان يكون هناك غناء او هناك رقص يعني مو اسقاط صح اسقط فشي من برا هنا نكرر اولادنا المبدعين ما سقطوا ما سقطوا انه تجي مره اذا تجي مره لا يخرب المشهد حول نفسه الى امره حتى يقدر يعبر اضافه الى ذلك الموضوع مالهم ايضا كان جيد جدا الاب دعوه الى الاباء لا تتركوا اولادكم في الشارع تابعوهم ارجوكم رجاء تابعوهم هناك من يتضايق يعني انت تجي تمشي وجاي واحد السلام عليكم شلونك عمو يعني هو اللي حافظ على عائلته فارجوكم رجاء تابعوا اولادكم خاصه لما يطلعون بالشارع وخاصه بالليل تصير تجمعات شبابيه واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وايضا دكتور لاحظنا ما رد نطلع على الموضوع بس احنا موضوعنا بعد الكورونيات انه لاحظنا انه الشباب قامت تهمل انه تدور مصافحه ويدورون انه يحضنك ويبوسك صار اللي هو ما شايفك نسوا الفيروس لما انفتح الحظر التجوال عبالهم الحياة رجعت طبيعية ما يدرون انه اكو بعد كثير حالات تتسجل في بغداد ومحافظات العراق فنرجع ونقول لكم رجعوا على كماماتكم وايضا جفوفكم تعقيمكم فبالتالي هاي كلها سلامتكم. كلمة اخيرة دكتور توجهها للمتسابقين اتمنى لكم كل التوفيق وارجوكم رجاء شباب اقروا
كل تقنيات، اذا تشتغلون بالكوميديا، الكوميديا علم كبير، كوميديا فن كبير، كوميديا ليس سهلة، الكوميديا قريبة على المواطن، تقدر تعطي أي شيء بسرعة للمواطن. وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، مشاركات جديدة يا ربي. وأيضاً أنا أحب أشكر كل الشباب الموجودين بالكونترول، وأيضاً ما أنسى أشكرك دكتور كريم خنجر، وأيضاً عمار ربيعي بالفكرة وإعداد البرنامج، وأيضاً قناة طليعة مشكورة أنه هي تستقطب المواهب الشبابية وتعطيهم فرصهم. وبالأخير أقول تحياتنا للمخرج محمد أبو لجين، إلى اللقاء.